أبنائنا الطلاب نتابع مع الأعداد العقدية في هذه الجلسة. نبدأ بالشكل المثلثي للعدد العقدي. كما تلاحظون صورة تمثيلية للفرق بين إمكانات الشكل المثلثي متمثلا في هذه الصورة وإمكانات الشكل الجبري ممثلا في صورة الفقمة. إذا كما تلاحظون هناك فرق كبير بين إمكانات الشكل المثلثي والشكل الجبري من حيث إجراء العمليات الحسابية، الضرب والقسمة أو الرفع إلى قوة. في الشكل الجبري نستخدم الإحداثيات الديكارتية، في الشكل المثلثي نستخدم الإحداثيات القطبية التي سبق أن تعرفنا عليها. نبدأ بالنسبة للشكل المثلثي، من أين أتى الشكل المثلثي؟ لنلاحظ بداية من الشكل الجبري للعدد العقدي الذي يكتب بالصيغة Z تساوي A زائد IB. إذا لدينا زوج من الأعداد A و B، هذا الزوج من الأعداد يمكن أن يمثل بنقطة في المستوي. إذا العدد النقطة MAB تمثل العدد العقدي Z المكتوب بالشكل الجبري. أيضا هذه النقطة التي إحداثياتها A و B يمكن أن نمثلها في الإحداثيات القطبية عن طريق أيضا وسيطين أو إحداثيين آخرين هما R و Theta. لنلاحظ الإحداثيات القطبية لأي نقطة في المستوي هي R و Theta، حيث R تكون A هي R cosine Theta و B هي R sine Theta. إذا عوضنا R sine Theta و R cosine Theta في A و B يصبح شكل العدد العقدي بالشكل Z تساوي R بكوساين تيتا زائد I ساين تيتا، وهو ما نسميه الشكل المثلثي. إذن لدينا النقطة M نقطة في المستوي. إذن كما تلاحظون هنا نستخدم الإحداثيات القطبية. بعد M عن O ونرمزه بR، وأيضا زاوية OM مع شعاع الواحدة على المحور OX نرمزه بتيتا. إذن النقطة M تتعين بإحداثيين هما R و تيتا. كذلك هنا الـ A هي فاصلة النقطة M و B هي فاصلة النقطة M. كذلك لحساب R وتيتا نستخدم الدساتير، R هي جذر A مربع زائد B مربع، وكوساين تيتا هي A على R وساين تيتا هي B على R. إذا هذا عرض موجز للشكل المثلثي. لنحاول التحويل من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي. إذا لدينا عدد عقدي معطى بالشكل الجبري ونريد تحويله إلى الشكل المثلثي. كما تلاحظون العدد زد واحد ناقص جذر اثنين زائد اي بجذر اثنين، والعدد زد ثلاثة هو أربعة ناقص أربعة اي، وزد خمسة هو ناقص ربع زائد اي جذر ثلاثة على أربعة. سنحول من الشكل المثلثي إلى من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي. كما تعرفون نحن بحاجة R و تيتا. R طويلة الشكل، طويلة العدد العقدي، و R زاويته. إذا للتحويل نستخدم لدينا ممكن نستخدم الدساتير التالية. الطويلة هي جذر A مربع زائد A مربع، إذا مربع القسم الحقيقي زائد مربع القسم التخيلي، ولحساب تيتا نستخدم الكوساين والساين. بالنسبة للتمرين الأول زد واحد تساوي ناقص جذر اثنين زائد I بجذر اثنين. بداية نحسب طويلة العدد لقد زد واحد رمزناها بR واحد هي تحت الجذر ناقص جذر 2 بالتربيع زائد جذر 2 بالتربيع.
مربع جذر 2 هو 2، ناقص جذر 2 مربع ايضا 2، مجموعه تصبح جذر 4 وطويله العدد العقدي هي 2. كوساين تيتا اي على ار ناقص جذر 2 على 2، وساين تيتا هي جذر 2 على 2. لنتبع خوارزميه محدده دائما لايجاد الزاويه التي كوساين ناقص جذر 2 وساين جذر 2 على 2. اذا نسب المثلثين لهذه الزاويه معطى. لنتبع الخطوات التاليه. بدايه يجب ان نعين زاويه شهيره لها النسب المثلثيه دون اشاره، اي لا ننظر الى الاشاره. هنا الاشاره ناقص لا ننظر لها، وكذلك جذر 2 على 2. نعين زاويه لها النسب هذه، ومن الواضح ان هنا هي الزاويه بي على 4. اذا الخطوه الثانيه نعين الربع الذي تنتمي له الزاويه من الاشارات. لدينا بدايه الإشارة الكوساين سالب والساين إشارته موجب، لا توجد إشارة أي موجب في أي ربع من الأربعة الدائرة المثلثية. الكوساين سالب والكوساين سالب والساين موجب، كما تلاحظون الساين موجب في الربع الثاني والكوساين سالب. بالنسبة للدائرة المثلثية توضيح بسيط، لدينا هذا الربع الأول الثاني الثالث الرابع، جميعنا حفظنا العبارة، كل ساين تان كوساين، كل في الربع الأول الساين في الربع الثاني فقط موجب والباقي سالب، تان موجب في الربع الثالث والساين والكوساين سالب، في الربع الرابع الكوساين هو فقط الموجب والباقي سالب. إذا من الواضح أن الزاوية التي نبحث عنها في الربع الثاني كونه كوساينها سالب وساينها موجب. خطة تكون الزاوية المطلوبة هي الزاوية المرافقة، كما نعلم زاوية ثلاث زوايا مرافقة لها كما تعودنا، تيتا وبي ناقص تيتا وبي زائد تيتا وناقص تيتا. إذا زاويتنا الآن هي في الربع الثاني، الزاوية المرافقة للزاوية التي حددناها في الربع الثانية بي ناقص تيتا، وبالتالي يكون البي ناقص تيتا هو المطلوبة، والزاوية هي بي ناقص بي على 4. إذا عوضنا مكان تيتا بي على 4 لتصبح الزاوية هي تساوي 3 بي على 4. إذا العدد العقدي زد واحد هو R هو 2 بكوساين 3 بي على 4 زائد I بساين 3 بي على 4. إذا سنعيد هذه الخطوات في التمرينين الباقيين. زد 2 هي 4 ناقص 4 I، حساب R حساب بسيط، مربع ال 4 16، مربع ناقص 4 أيضا 16، 16 زائد 16 جذر 2 30 يساوي 4 جذر 2. كوساين تيتا 1 على جذر 2 او نزيل الجذر من مقام الكسر لتصبح جذر 2 على 2. ساين تيتا هي ناقص جذر 2 على 2، اذا ناقص 4 على 4 جذر 2 يبقى ناقص جذر 2 على 2. اذا نكرر الخطوات السابقة. أولا نعين كما قلنا زاوية شهيرة. إذا نعين زاوية شهيرة لسبب المثلثية الساين ناقص جذر 2 على 2 والكوساين جذر 2 على 2.
إذن من هي من جدول النسب نسب المثلثي للزوايا الشهيرة؟ تلاحظون أن الزاوية هي بأعلى 4. الآن نعين الربع الذي تنتمي له الزاوية. كيف نعين الربع الذي تنتمي له الزاوية؟ من الإشارات. لدينا هنا الساين سالب والكوساين هنا موجب. إذا بما أن الساين سالب والكوساين موجب فمن الواضح أننا في الربع الرابع، الكوساين موجب والساين سالب. إذا كوساين مرافقة الزاوية تيتا في الربع الرابع هي ناقص تيتا، لذلك زاويتنا هي ناقص تيتا. وزد نكتب بالشكل R بكوساين ناقص تيتا زائد I بساين ناقص تيتا، وهو الشكل المثلثي المطلوب. أيضا التمرين الأخير زد 5 هو ناقص ربع زائد I بجذر 3 على 4 الطويلة. R تساوي تحت الجذر مربع ناقص ربع هي 1 على 16، مربع جذر 3 على 4 هي 3 على 16. بالجمع هي تحت الجذر 4 على 16، بإمكاننا أيضا اختزال هذا الكسر، هي 1 على 4 كجذر، ال 4 على 16 هي 1 على 4 جذرها 1 على 2. إذا كوساين تيتا هي ناقص 1 على 4 على 1 على 2، تقسيم كسر على كسر نضرب بمقلوب الكسر الآخر. تصبح لدينا جواب ناقص نص، وساين تيتا هي جذر 3 على 2. الخطوات نعيدها، اولا نعين زاوية شهيرة من جدول النسب المثلثي للزوايا الشهيرة الذي امامنا، ثم نعين زاوية مرافقة حسب نعين الربع حسب الإشارات، ومن ثم الزاوية المرافقة له في هذا الربع. إذا بداية لاحظوا هذه النسب للزاوية بدون إشارات النص، وجزء 3 على 2 للزاوية بيع 3 كوساين نص وجزء 3 على 2. إذا كما نوهنا لا ننظر بداية إلى الإشارات، نعين زاوية شهيرة نسبها المثلثي الكوساين نص والساين جذر 3 على 2 كما تلاحظون هي موافقة للزاوية بيع 3. الخطوة اللاحقة هي أننا نعين في أي ربع يكون الكوساين سالب والساين موجب. الساين موجب في الربع الثاني والكوساين يكون سالب. إذا هنا الربع الثاني زاويتنا هي في الربع الثاني. مرافقة أي زاوية في الربع الثاني كوننا عينا الزاوية الأساسية بـ 3 هي بي ناقص بـ 3، وتكون الزاوية المطلوبة هي 2 بـ 3. إذا زد 5 جواب السؤال هو نص بـ كوساين 2 بـ 3 زائد آي بـ ساين 2 بـ 3. إذا كما تلاحظون هذه هي الخطوات التي نتبعها لإيجاد الشكل المثلثي عندما نعطى شكلا جبري. نتابع أهمية الشكل المثلثي كما نوهنا منذ البداية إلى أن إجراء عمليات ضرب والقسم ورفع الأس أسهل وأسرع في الشكل المثلثي والأسي. العمليات على الشكل المثلثي زد بزد فتحة، نضرب طويلة الأول بطويلة الثاني وننتقل إلى جمع الزوايا. إذن عمليات الشكل المثلثي يحول الضرب إلى جمع، والقسمة زد على زد فتحة إلى طرح الزوايا. إذا القسمة طرح الزوايا والضرب جمع الزوايا، والرفع إلى قوة هي نأخذ مضاعفات الزاوية مضاعف من المرتبين. لنأخذ مثالا عن إيجاد قوى عدد ما.
لدينا العدد العقدي بالشكل المثلثي زد يساوي كوساين 2 بي على 5 زائد اي بساين 2 بي على 5. اذا كما تلاحظون هذا العدد طويلته 1، ار ليست مكتوب تكون 1 مضروب بعدد كونه ليس موجود هذا العدد فطويلته 1، وزاويه العدد العقدي هي 2 بي على 5. لنتأمل هذا العدد ولنحاول أن نوجد بشكل بسيط قوى هذا العدد بالنسبة ل أو قوى مختلفة. لنلاحظ زد صفر هي العدد 1، أي عدد مرفوع للصفر هو العدد 1. كذلك بإمكاننا زد السؤال، اذا الدائره نصف قطرها 1، اكيد زد 1 سيقع على هذه الدائره، وزاويته كما تلاحظون 2 بي على 5 او 4 بالعشره بي. لاحظوا زد تربيع، زد تكعيب، زد اس 4 جميعها تقع على دائره نصف قطرها 1، زد اس 6 عدنا الى زد اس 1، زد اس 7. لاحظوا هذه القوى دائما العدد العقدي موجود على الدائرة التي نصف قطرها 1، وتختلف فقط زاوية هذا العدد. نلاحظ أيضا كان زد 15 وهكذا. رؤوس مخرج لنوجد، اكتب بالشكل المثلثي زد يساوي، اذا احد التمارين الموجوده في الكتاب، زد يساوي ساين بي على 5 زائد اي بكوساين بي على 5. بدايه هذا ليس شكلا مثلثيا، السبب ان الشكل المثلثي، اذا الشكل المثلثي يجب ان يكون من الشكل زد يساوي ار بي، هنا كوساين تيتا زائد اي بساين تيتا. طبعا ار لدينا هنا ثلاث مناطق يجب ان تكون موجبه، بدايه ار موجبه، ار عدد حقيقي موجب لانه يمثل طويله الشكل، طويلة العدد العقدي بالشكل المثلث. أيضا العدد أمام الكوساين أيضا موجب، والآي والعدد أمام الآي أيضا موجب، والصيغة هنا بداية نبدأ بالكوساين، يعني صيغة الشكل المثلثي ليس لا تكون بكتابة أعداد، إنما بالصيغة كوساين وساين وما داخلها نسبة مثلثي. لذلك نلجأ سنتخلص من الساين، نكتب عبارة مكافئة أو صيغة مكافئة للساين من أجل أن تصبح بداية هنا الكوساين. المواضر إذا كان كوساين بالضبط. إذا هنا لا بد لنا، إذا هذا ليس شكلا مثلثيا. لاحظوا هنا أخذنا متممة الزاوية بي على 5، وكما نعلم عندما نأخذ متممة زاوية تكون ساين متممة زاوية تساوي كوساين هذه الزاوية وبالعكس. فإذا لدينا ساين تيتا هي كوساين بي ناقص تيتا، ساين زاوية هي كوساين متممتها، وكوساين زاوية هي ساين متممتها. إذا استخدمنا هنا متممة زاوية لنحصل على كوساين في القسم الحقيقي وساين في القسم التخيلي. الآن نجري عملية جمع الكسور بي على 2 ناقص بي على 5 لنحصل على
إذا تصبح الزاوية 3 بي على 10 زائد آي دي ساين 3 بي على 10. إذا كما عرضنا بالمبرهنة عندما نرفع عددا عقديا بالشكل المثلثي إلى أس مثل N أو 6 تصبح R أس 6 هنا الـ R 1 R 1 أس 6 1 بكوساين نضرب هذا الأس بي الزاوية 6 بي 3 على 10 6 بالضبط هاي الصورة المعابة زائد 6 بي 3 على 10 لتصبح لدينا زن كما ذكر زد تساوي من 18 من أين أتت؟ أنه ضربنا الستة 3 تطبيقا للقانون إذا 18 بي على 10 اختصرنا 18 على 10 9 على 5 زائد آي بساين 9 على 5 إذا هنا انتهى حساب الزاوية بالشكل المثلثي. قد نحب أن نعين قياس أساسي للزاوية 9 بي على 5 10 نطرح منها 2 بي 2 بي يعني 10 بي على 5 لتصبح بالشكل 10 بي ناقص بي بالضبط هي كونه 9 بي على 5 نطرح منها 2 بي بتوحيد مقامات تصبح 10 بي على 5 فهذا هذا العدد هو العدد ساين بي على 5 زائد اي كوساين بي على 5 مرفوعا للأس إذا نتابع الشكل الأسي طبعا الشكل المثلثي والشكل الأسي نفس الشكل إذا بعد أن نرمز لكوساين تيتا زائد آي ساين تيتا بالرمز إي قوة آي تيتا يصبح لدينا الشكل الأسي زد يساوي زد أو آر زد بالقيمة طويلة زد والتي هي R بالشكل المثلثي بـ E قوة I تيتا. أيضا أهميته في أن إجراء عمليات الضرب والقسمة والرفع إلى قوة أسهل والمرافق أخذ مرافق عدد عقدي بالشكل الأسي. إذا عندما نضرب عددين عقديين بالشكل الأسي الطويلة بالطويلة ونجمع الزوايا عندما نقسم عددين بالشكل الأسي الطويلة على الطويلة ونطرح الزوايا تيتا ناقص تيتا فتحة عند أخذ مرافق عدد بالشكل الأسي الطويلة نفسها ونعكس الزاوية تساوي عددين بالشكل الأسي أي طويلة الأول تساوي طويلة الثاني وزاوية الأول تساوي زاوية الثاني بالقياس 2B أي قياس الأولى يساوي قياس الثاني زائد عدد صحيح من الدورة. لنتأمل أحد المسائل المسألة A هي E قوة 2I B على 5 نضع A هي مجموع العددين العقديين ألفا زائد ألفا أس 4 وبي تساوي ألفا مربع زائد ألفا مكعب. الطلب الأول أثبت أن واحد زائد ألفا زائد ألفا تربيع زائد ألفا تكعيب زائد ألفا أس أربعة يساوي الصفر. واستنتج أن A وB هما جذرا المعادلة من الدرجة الثانية X مربع زائد X ناقص واحد. الطلب الثاني عبر عن A بدلالة كوساين 2B على 5 ثم حل المعادلة واحد واستنتج بقيمة كوساين 2 بي على 5 إذا سنثبت الطلب الأول. لاحظوا معي بالنسبة للطلب الأول لدينا هنا مجموع 1 زائد ألفا زائد ألفا مربع ألفا مكعب زائد ألفا أس 4 هذا المجموع هو مجموع حدود متعاقبة من متتالية هندسية أساسها ألفا. لاحظوا
الألفة ناتجة عن الواحد بضربها بألف، ألفة مربع ناتج عن ألفة بضربها بألف، ألفة مكعب ناتج عن ألفة مربع، إذن في كل خطوة نضرب بألفة. فإذن هذا مجموع، إذن هذا المجموع واحد زائد ألفة إذن سنبدأ مباشرة بحساب المجموع، هو يساوي كما نعلم مجموع حدود متعاقبة هو حد البدء واحد بواحد ناقص أساس المتتالية مرفوع إلى عدد الحدود، عدد الحدود هو خمسة، على واحد ناقص ألف. إذن هذا هو مجموع هذه الحدود اللي نرمز له بالرمز S، ولكن نعلم أن ألفا هي E قوة 2I B على خمسة. الألفا أس خمسة، إذا يخطر بالنا كون المقام خمسة إنه متقسم على خمسة، ألفا أس خمسة تصبح هي إي قوة 2I B على خمسة مرفوعة للأس خمسة. عندما نرفع عدد بالشكل الأسي أو المثلثي إلى العدد خمسة نضرب الخمسة بالزاوية لتصبح إي قوة 2I B، الخمسة تذهب مع الخمسة عند الضرب، وهذا اثنين زاوية عدد عقدي زاويته 2B. إذن هذا العدد العقدي هو ما هو إلا العدد زائد واحد. إذا عوضنا لحساب المجموع S يساوي واحد ناقص ألفا أس خمسة هي واحد على واحد ناقص ألفا، كسر بسطه أصبح الصفر على واحد ناقص ألفا أصبح المجموع يساوي الصفر. إذن هنا أثبتنا هذا المجموع أنه يساوي الصفر عن طريق إثبات أنه هو مجموع متتالية هندسي أساسها ألفا. حسبنا هذه المجموعة الخمسة حدود وواضح أنه الجواب كان صفر. إذن لنعود إلى باقي الطلبة. السؤال هنا استنتج أن A و B هما جذراء المعادلة X مربع ناقص X مربع زائد X ناقص 1 يساوي الصفر. كتذكير هذه المعادلة الدرجة الثانية، إذن هنا الـ A يساوي الواحد والB يساوي واحد والC يساوي ناقص واحد، وكما نعلم إذا حسبنا الدلتا وكان موجبا، طبعا إذا في حالة الدلتا كان أكبر من الصفر، X واحد هو X واحد زائد X اثنين مجموع الجذرين X1 زائد X2 وناقص B على A، و X1 ب X2 جداء الجذرين هو C على A. طبعا بإمكاننا ببساطة حساب الدلتا B مربع 1 ناقص 4 ب A ب 1 ب ناقص 1 تصبح دلتا تساوي 5. إذا دلتا قيمتها تساوي 5، X1 زائد X2 مجموع الجذرين X1 زائد X2 ناقص B على A. لاحظوا B هنا 1 ناقص B ناقص 1 على 1 تصبح تساوي ناقص واحد. إذن جزاء هذه المعادلة مجموعهما ناقص واحد. لنوجد الجداء X1 بX2 هي C على A
إذن إكس واحد بإكس اثنين السي ناقص واحد على واحد أيضا يساوي ناقص واحد. إذن جذراء هذه المعادلة يحققان مجموعهما هو زائد واحد وجداؤهما مجموعهما ناقص واحد وجداؤهما ناقص واحد. لنتأمل الآن العددان A و B. إذا فينا ورقة صفحة فاضية. العددان A و B المعرفان في المسألة. راح نحلهم هون من هون اذا لدينا المجموع سنستفيد من المجموع المعطى سنتابع الحل نلاحظ ان العددين A لدينا A تساوي ألفا زائد ألفا ألفا زائد ألفا قص أربعة و B هي ألفا مربع زائد ألفا مكعب. ال A زائد B A زائد B هي المجموع ألفا زائد ألفا مربع زائد ألفا مكعب زائد ألفا أس أربعة. ومن المساواة التي أثبتناها هذا المجموع هو سيساوي ناقص واحد. إذن هنا ناقص واحد. لنحسب A ب B. التي تساوي ألفا مربع زائد ألفا مكعب ب ألفا زائد ألفا أس أربعة. لنحسب هذا الجداء ألفا مربع بألفا ألفا تكعيب زائد ألفا مربع بألفا أس أربعة ألفا أس ستة ضرب قوى نجمع الأسس ألفا تكعيب بألفا زائد ألفا تربيع زائد ألفا مكعب بألفا أس أربعة ألفا أس سبعة. لنلاحظ الآن لدينا مفردتان جديدتان ألفا أس سبعة وألفا أس سبعة ألفا أس ستة وألفا أس سبعة. وكما تعلمون ألفا أس خمسة واحد إذن هنا تصبح الألفا أس ستة هي ألفا أس واحد ألفا أس خمسة هي العدد واحد مضروبة بألفا أس واحد تصبح ألفا أس ستة وهذه أيضا ألفا تربيع. ولدينا هنا بقيت ألفا مكعب زائد زائد ألفا أس أربعة. إذن ألفا زائد ألفا مربع زائد ألفا مكعب هذا المجموع أيضا هو المجموع الذي أثبتنا أنه يساوي ناقص واحد. أصبح لدينا A و B A و B عددان جداءهما ناقص واحد ومجموعهما أيضا ناقص واحد فهما جذرا المعادلة المعطى. والتي هي x مربع زائد x ناقص 1. الآن ننتقل إلى الطلب الثاني.
عبر عن A بدلالة كوساين 2 B على 5. لاحظوا A هي ألفا زائد ألفا أس 4. الألفا أس 4 إذن ألفا أس 4 لنتعرف ما علاقة ألفا بألفا أس 4. إذن ألفا أس 4 هي اي قوة 2 بي على 5 أس اي أس 4. إذا حسبنا هذا العدد تصبح اي قوة الأربعة 8 بي 8 بي على 5 اي. الزاوية 8 بي على 5 اذا اخذنا تعيين اساسي كون 8 على 5 اكبر من 1 نطرح منها 2 بي. اذا الزاوية هنا 8 بي على 5 ناقص 10 بي على 5. إذا إضافة أو طرح عدد صحيح من 2 بي لنحصل على نفس الزاوية. 8 ناقص 10 ناقص 2 بي على 5. لنلاحظ هنا إذا هذه تساوي اي قوة ناقص 2 بي على 5 اي. ما علاقة العدد العقدي اي قوة 2 اي بي على 5؟ بالعدد العقدي اي قوة ناقص 2 بي على 5 اي. كما تلاحظون العدد الفا اس 4 هو مرافق العدد اي قوة 2 بي على 5. اذا الفا اس 4 هو الفا اذا مع مرافق الفا. الآن العدد كما تعلمون العدد زائد مرافقه هي 2 بالضبط هي ضعفي اثنين ريال ألف ضفي القسم الحقيقي للعدد الفا. ما هو القسم الحقيقي؟ كما نعلم الفا ما هو الار هو واحد بكوساين. القسم الحقيقي هو كوساين 2 بي على 5 زائد اي بساين 2 بي على 5. إذا القسم الحقيقي للعدد ألفا هو 2 بي على 5. إذا A أصبح لدينا A هو 2 كوساين 2 بي على 5. إذا يمكن أن نؤطر هذه النتيجة أن الـ A هي 2 كوساين 2 بي على 5. لنتابع السؤال الآن. حل المعادلة 1 المعادلة X مربع زائد X مع الاحتفاظ بعبارة A التي حصلنا عليها أن الـ A هي 2 كوساين 2 بي على 5. لنضع الحل هنا. المعادلة المعطى هي X مربع زائد X ناقص 1 يساوي الصفر كما عرضنا قبل قليل. يمكننا حساب الدلتا زائد X ناقص إذن ناقص 1. الدلتا هي 5
اكس واحد هي ناقص بي ناقص واحد ناقص جذر الخمسة على اثنين بي واحد، والاكس اثنين تساوي ناقص بي زائد جذر الخمسة على اثنين. اذا هذه جذور المعادلة، وكما علمنا ان A و B A و B هما جذرا المعادلة. هذان الجذران احدهما موجب والاخر سالب. الجذر الموجب هنا كون الـ A كلاهما كوساين 2 بي على 5، كوساين 2 بي على 5، 2 بي على 5 زاوية أصغر من البي على 2، فالزاوية بالربع الأول كوساينها سيكون موجبا. إذا الإكس 2 الـ A نختار الإكس 2 إذا اخترنا الـ A، الـ A هي الـ X2 كونها موجبة، إذا كون كوساين 2 بي على 5 موجب. الآن الـ A كما ذكرنا هي ناقص واحد زائد جذر الخمسة على اثنين، نعوض مكان الـ A بقيمتها كما أثبتنا سابقا هي اثنين كوساين اثنين بي على خمسة بتساوي ناقص واحد زائد جذر الخمسة على اثنين. الآن نحسب فقط كوساين 2 بي على 5، كوساين 2 بي على 5 أصبحت تساوي ناقص 1 زائد جذر 5 على 4، ونكون بذلك استنتجنا قيمة كوساين 2 بي على 5. سنعرض حل المسألة أيضا به مكتوبة بشكل سهم. خذ البي دي اف. العرض عرض. الآن مسألة أشعة هاي كان مفروض الحل، بس سنعرض يا أستاذ ميكائيل مسألة في الأشعة. تفضل أستاذ. مراجعة حاليا لجلسة ناقشنا فيها أشعة وأعداد عقدية. لدينا رباعي وجوه، ما أن رباعي وجوه منتظم، رباعي وجوه فيه النقطة I منتصف BC والنقطة G تحقق علاقة AG تلتين AD، واضحة AG تلتين AD. ولدينا في معلم A اخترنا المبدأ A، A B A C A D، أوجد إحداثيات رؤوس رباعي الوجوه A B C D، جد إحداثيات I G، أثبت أن الأشعة مرتبطة خطيا. هنا السؤال بأنه رباعي الوجوه هل
يمكن أن أستخدم معلم؟ نعم هذا معلم، وطول الواحد هنا AD يمثل طول واحد وAC وAD ولو كان مختلف الأضلاع. هلا إذا وضعنا النقطة A، A المبدأ راح تكون صفر صفر صفر. B AB واحد صفر صفر. C صفر واحد صفر. D صفر صفر واحد. جد احداثيات I هي منتصف بمجموع الاكسات واحد على اثنين واحد على اثنين. مجموع الاكسات البي والسي واحد زائد صفر واحد على اثنين واحد على اثنين صفر. شو عم بيصير؟ ما لنا علاقة فيه هلا. هلا الاي جي تلتين اي دي تلتين اي دي بدنا احداثيات جي. جي واضحه هون صفر صفر واقعه على اي دي، فاحداثياتها تلتين مباشره على الراقم. انطلب الاشعه مرتبطه خطيا، فاي جي حتى تكون مرتبطه خطيا او اي جي. وجد عددين الفا بي اي اي زائد بيتا بي اي دي. اي جي لدينا مباشرة راح اكتبه او صفحة معلش اي جي ناقص نص بدأنا من هون كمان ناقص نصف 2 على 3 الفا بي اي اي الفا على 2 الفا على 2 صفر بيتا بي اي دي AD صفر 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 بيتا. نلاحظ ان الفا 2 ناقص نص الفا 2 ناقص نص بالموازنه بيتا زائد صفر تساوي 2 على 3، فالالفا راح تكون ناقص واحد والبيتا راح تكون 2 على 3. وجد عددان حقيقيان وكتبت على شكل عباره خطيه، فهي فالاشعه الثلاثي تقع في مستوى واحد او مرتبطه خطيا، نستنتج انها تقع في مستوى الاشعه الثلاثه هذه مستوي. ممكن توضح بالرسم استاذنا اذا واضح في الاشعه اذا النص ما واضحه. هلا هون اي اي خليها بالازرق، اي اي انفا اي وادي اي جي هاي اي جي آجي واقع مستوي واحد واضح. يعني فقط الفكرة كانت بسيطة انعرضت من قبل الأنسي في أول العرض على المكعب أنه رباعي الوجود بغض النظر كان منتظم أو غير منتظم يمكن أخذ معلم متجانس والحل فيه. أما بالنسبة ل عقدية ممكن معني ممكن باستخدام مركز الأبعاد والتسقيلات تكون الآي مثقلة باثنين اثنين الآي أو بواحد واحد كان أقول منتصف، والجي مثقلة بثلاثة ونحصل عليها من خلال التسقيلات. بس نحن هون كونه مطلوب أوجد إحداثيات وجد الإحداثيات أثبت من الأشعة صار كل شيء جاهز للتوظيف، فنحن هنيك فضلنا الطريقة الأولى الأشعة، هون نفضل طريقة إنه الإحداثيات يستعمل الإحداثيات. من ورقة جديدة إذا ممكن. نعم لا بدنا نغير الصفحة هاي. بدنا كافي فينا نكتبه.
أنا بدي أرجع على العقدية إنه واحد زائد آي للتربية وواحد زائد اثنين آي زائد آي مربع ناقص واحد زائد واحد صارت اثنين آي. فالآي مربع هي ناقص واحد، الآي مكعب هي ناقص آي، والآي أس أربعة هي زائد واحد، آي أس خمسة مثلا هي زائد آي. هاي توصل معنا لآي أس أي رقم. إذا طلب منا واحد زائد آي أس 2020 اكتب بالشكل الجبري، فواحد زائد آي أس 2 1010، 2 آي أس 1010، 2 أس 1010 بآي 1010، 2 أس 1010 هاي بدي ترجع آي 2 أس 505 عدد فردي. لما ما يكون 2 إن و إن فردي فما يكون ناقص 1، إذا ناقص 2 أس 1010. إذا طلب واحد زائد آي أس 2019، واحد زائد آي أس 2019 ممكن نكتبها واحد زائد آي أس 2018 بواحد زائد آي، يعني زائد واحد، وتساوي واحد زائد آي تربيع أس 1009 بواحد زائد آي، 2 آي بألف وتسعة بواحد زائد آي، 2 أس 1009 بآي أس 1009 بواحد زائد آي، آي أس 1009 هي آي أس 1008 زائد واحد. من مضاعفات العدد أربعة واحد بي آي. إذن 2 أس 1009 بآي بواحد زائد آي ويساوي 2 أس 1009 بناقص واحد زائد آي بالإصلاح. حتى هاي إذا طلب مني شكل مثلثي أو شكل أسي، هاي زاوية شهيرة، الواحد واحد بي على أربعة، ناقص واحد واحد ربع تاني بي حول، لدينا زد بيساوي واحد زائد آي، عفوا جذر ثلاثة زائد آي على آي أس خمسة. اكتب بالشكل المثلثي والشكل الأسي. هون ممكن أكثر من طريقة للطالب، يبدأ زد واحد يسميها اللي هي جذر ثلاثة زائد آي على آي، ممكن يكتبه بالشكل الجبري مباشرة بالضرب بالمرافق، مرافقه ناقص آي مربع صار جذر ثلاثة زائد آي بناقص آي ناقص جذر ثلاثة ناقص آي على واحد. إذا حطيناها ناقص، إذا رجعنا على تمرين الكتاب فيه ناقص مو مشكلة، على واحد وتساوي ناقص جذر ثلاثة ناقص آي. طويلة زد اللي هي الآر، آر واحد ثلاثة زائد واحد تساوي اثنين، وصاين تيتا ناقص جذر ثلاثة على اثنين، وصاين تيتا ناقص واحد على اثنين، الزاوية تيتا
هي ب زائد ب على 6 وتساوي 7 ب على 6. أصبح لدينا أنه زد هو الآر 2 بكوساي 7 بي على 6 زائد آي بساين 7 بي على 6. زد أس 5 2 أس 5 بكوساي 35 بي على 6 زائد آي بساين 35 بي على 6. ممكن نعيد هذه الزاوية لشكلها الأساسي. تعلم الطالب الشكل الأساسي بالأحداثيات القطبية الثانية الثانوي. 35 بي على 6 بتساوي 36 بي ناقص بي على 6 وتساوي 6 بي ناقص بي على 6 عدد زوجي 2 بي مضاف أو فينا نعتبره صفر 2 بي فالزاوية ناقص بي على 6. بنوصل ل زد يساوي 2 بس 5 بكوساي ناقص بي على 6 زائد اي بساين ناقص بي على 6. اما الشكل الاسي ب اي اس اي بي على 6 وهي ناقص ناقص بي على 6. هذا الشكل الاسي. اذا بامكانه لقيته بسيط انه ضربت بالمرافق وصلت فقط انه انتم بدأتوا بالمسائل او كبدايات للطالب الشكل الجبري الشكل الاسي التمارين البسيطه يتدرب عليها ومن ثم الانتقال الى المسائل. ناخذ تمرين اخر. اذا البت 2 والـ A 3 زد الـ A هي 3 زائد I زد الـ B هي 2 زائد I لأنه هنيك راح تطلع مو ألفا زائد بيتا مو بيع 4 هنيك راح تطلع ألفا زائد بيتا زاوية معينة ممكن يطالع. هلا زد A أنا لما بدي مجموع زد A بزد B يساوي 3 زائد I ب 2 زائد I ويساوي 6 زائد 3 اي و 2 اي 5 اي مباشرة ناقص 1 وتساوي 5 زائد 5 اي. منلاحظ مركبتين متساويتين مباشرة هي زاويته بي على 4 وبإمكان الطالب جيد يعرف انه اذا كان اي يساوي بي فتيتا اللي هي الفا زائد بيتا تساوي بي على 4. هذا الاستنتاج. اما بالنسبه للزاويه اللي طرحناها من شوي كانت بهذا الشكل هذا الشكل هون يطلب اوجد شو قياس كوساين يطلب نسبه مثلثيه لانها زاويه غير شهيره فيطلب النسبه لالفا وبيتا. ثانيا في نشاط على قوانين النسب المثلثيه نشاط ذكر الاستنتاج انه ساين A زائد B يساوي ساين A ب كوساين B زائد كوساين A بساين B وكذلك كوساين A زائد B هو كوساين A كوساين B ناقص ساين A بساين بي. هلا هذ القانونين نحن كان سابقا نستنجن بالاشعه وبالمثلثات وغيره صارت ممكن العقديه لما بكتبه بشكلين
مختلفين ممكن أحصل على هذه العلاقة. فأنا مثلا إذا عندي زد واحد اللي هو اي اس اي اي وزد اثنين اللي هو اي اس اي بي، فأكيد زد واحد بزد اثنين هو اي اس اي اي بإي اس اي بي، وهنا اي اس اي اي زائد بي. وأيضا زد اي هو كوساين زد الاي، شكل المثلثي زائد اي ساين اي، وهنا كوساين بي زائد اي ساين بي، وهنا اي اس اي بي هي كوساين اي زائد بي زائد اي بساين اي زائد بي. بضرب والاصلاح وموازنة القسم الحقيقي مع القسم الحقيقي والقسم التخيلي مع القسم التخيلي، نلاحظ بانه نحصل على دساتير المثلثات من خلال هذه الانشطه التي كتبت، وهي ابسط وهذه من توظيفات الاعداد العقديه. نلاحظ ان الانشطه دائما تقدم فكره بسيطه او تقدم فكره جوهريه، انه ممكن الطالب استخدم بعضها كدساتير، فهذا نشاط يمكن انا عندها استخدم هذا الدستور او استخدم هذا الدستور من هذه الانشطه. كيف استنتج هذا الدستور؟ اذا لماذا ادرس الاعداد العقديه؟ انا صرت اصبح قادر اني اسرد علاقات مثلثيه بالكامل عن طريق الاعداد العقديه ببساطه. اذا ضربنا هون رح يصير معي كوساين اي بكوساين بي زائد ضربت اي باي اي مربع ناقص ساين اي ساين بي، اختصرنا شوي، زائد اي كوساين اي بساين بي زائد كوساين بي بساين الاي، ويساوي المقدار اللي طلع سابقا هو القسم الحقيقي مع الحقيقي والقسم التخيلي مع التخيلي. في القسم الحقيقي عطى كوساين اي زائد بي، في القسم التخيلي عطى اي ناقص بي. فهنا اذا نشاط ممكن فيما بعد انا بدل كل بي بناقص بي، بدل كل بي بي على 2 ناقص بي، الى ان اصل الى جميع دساتير المثلثات او اثبات اصلا دساتير ضعفي الزاويه من خلال أنشطة الأعداد العقدية. طبعاً حاولنا قدر الإمكان نشمل أغلب المفاهيم اللي مرت معنا ضمن الساعتين الماضيين. كان لدينا ندوة عن الجزء الأول، جلسة امتحانية في اليوم السابق، بقي فقط توظيفات الاشتقاق لم نتعرض لأغلبها أو تعرضنا لجزء منها، وناقشنا الأبحاث الثلاثة. بإمكان الطلاب مراجعة هاتين الندوتين قبل الامتحان لكيفية دراسة المادة، كيف نكتب المادة، كيف نبرر. وأتمنى أن تكون القراءة كتابة وليس من النوط، قراءة حفظية. وإلى اللقاء إن شاء الله بالامتحانات الأخيرة، وموفق.